بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الاعدادي، هحل النهارده صفحه 101 102 103. والله انا كنت ناويه ان انا امشي بترتيب الامتحانات، بس جالي التعليق ده، وانا ما بحبش ازعل العيال اساسا، يعني ولادي كلهم. دي طالبه مني 101 و102 و103، اكيد مطلوبه منهم في دروس ومحتاجين يفهموها ويحلوها، فانا معاكم. طبعا المحادثه البت اسمها همس، تخيل، شوف الاسم يا جماعه، اسم بصراحه يعني، وفي محافظه سوهاج. والله انا زعلت. هتقابل a new friend at school، يعني بتقابل صديق جديدة في السكولة، والصديقة دي اسمها لامار. بتقول لها are you new here، ده همس اللي بتسألها، فأكيد هتقول لها yes I am، لأنها لسه قايلة لكم إن هي بتقابل صديقة جديدة. hi I am همس، أكيد هتقول لها أنت عايشة فين، لأن البت التانية قالت لها I live in Giza، يبقى where do you live. تمام. بصوا يا جماعه، انا برضو زي ما قلت لكم في المحادثات قبل كده مش بنجيب حاجه، هو وير دي عشان خاطر اي ليف ان جيزه، هي تلاقي مكان، فيبقى لازم تستخدم كلمه وير. ادي حاجه. طبعا انا استخدمت دو على اساس ان الاي بتتحول ليو، واليو بتاخد دو، يبقى وير دو يو ليف، انت بتعيش فين، فهتلاقي اي ليف ان جيزه، انا عايشه في الجيزه. هو دو يو ليف وذ، هو دو يو ليف وذ، live with يعني عايشة مع مين. طبعا اكيد my family، لانها بتقول لها do you have any brothers or sisters، يبقى my family، I live with my family، اللي بتتحول ل I live with my family، I live with my family يعني انا عايشة مع الفاميلي، مع الاسرة. فردت قالت لها انت معاك brother and sister، خد بالك هنا هتقول لها yes I do، لان هنا بتقول لها one brother and one sister، يبقى yes I do. Yes I do التانية بتطمع في إجابات أخرى. I usually get to school by bus، يعني هي بتروح السكول by bus، يبقى هنا how، how دي سؤال عن وسائل المواصلات. تمام. وطبعا how do you، تمام، احنا قلنا ان do لو في، لو هنا في مضارع بسيط نستخدم do مع I we you they، وطبعا ال I بتتحول ل you، يبقى how do you get to school. طب انا عايز اكتب go to school، وماله يا حبيبي، حد عايشك؟ الكمبريهنشن او قطعة الفهم، واللي بتبقى جامدة جدا على فكرة، كلمة كمبريهنشن مش من عندي، ده من عندهم. كمبريهنشن، كمبريهنشن يعني فهم. Egypt is a great country، Egypt دي بلد جامدة جدا عظيمة. In the Middle East، Middle East يعني او الشرق الاوسط. Its capital is Cairo، والكابيتال بتاعتها، العاصمة بتاعتها is Cairo، Cairo City. The main language، اللانجوج الرئيسية أو الأصلية عندنا هي Arabic، is Arabic. The weather، الطقس in Egypt is fine، الطقس fine all the year، طول السنة. So many tourists، في سياح كتير، come from all over the world، بيجوا من كل أنحاء العالم، to enjoy it، عشان يستمتعوا بيها. When they come، لما هم بيجوا السياح، شوف هنعمل ايه، تعال معايا نقلب الصفحة. they enjoy its ancient places، ancient places يعني الأماكن القديمة، such as the Egyptian museum، زي المتحف المصري. so to see the ancient statues، اللي هي المتاحف القديمة، المتماثيل القديمة. they also visit Luxor، عشان كمان هم هيزوروا الأقصر. and Aswan، Luxor and Aswan، to enjoy and see Luxor، عشان كمان يزور Luxor temples، اللي هي الأقصر temples، اللي هي معابد الأقصر. and the high dam، وكمان السد العالي in Aswan. also they visit the Cairo tower، وكمان هيزوروا برج القاهرة. where they can have a look، كمان يقدروا ياخدوا لوك، ياخدوا يعني يبصوا on the wall in the whole city of Cairo، كل المدينة في القاهرة يقدروا يلفوا فيها. it's beautiful view، tourists can have delicious meals، وكمان ممكن ياخدوا وجبات لذيذة. give suitable title، اديني عنوان، اديك يا ابني ما اديكش. بص يا حبيبي، طالما احنا بنحكي في التورستس والكلام ده كله، انا هقول Egypt is a great country، ورايح دماغي، جبتها من اول جمله وراجل قالها، وانا بحب اعمل كده يعني بصراحه. انا لما باجي اختار السيوتيبل تايتل، سيوتيبل تايتل يعني عنوان مناسب، اعمل ايه بقى،
الف وادور وافضل احور وادور ليه يا عم؟ ما هو اول جمله قالها تمشي عنوان Egypt is a great country، يعني مصر بلد عظيم. والله العظيم ما قصرت. Why do you think، ليه انت بتعتقد ان tourists اللي هم السياح like to visit Egypt؟ علشان تلات حاجات. اولا اللي هو its weather، because ما تقولش because، قول because of، يعني its weather. لان استخدم because of عشان خاطر ما بنحطش بعدها جملة كاملة، احنا بنحط بس كده جملة صغنطوطة اللي هي في ما فيهاش فاعل وفعل ومفعول والكلام ده، مجرد الطقس بتاعها. its weather and ancient places. ancient places اللي هي الاماكن التاريخية القديمة، تمام. طبعا دي اماكن مشهورة بها مصر جدا. what does the underline word its refer to، كلمة its دي بتشير لإيه؟ طبعا هنا بتشير لإيجيبت مصر. The underline word delicious، احنا قلنا ان delicious يعني لذيذ، فلما اقول لك the underline word، كلمة underline يعني الكلمة اللي تحتها خط، الكلمة delicious دي اللي هي لذيذ او tasty. حليناها مليون مرة يا شباب والله. language in Egypt is، المين language اللي هي اللغة الرئيسية في مصر طبعا is Arabic. the weather in Egypt is fine all the year. fine يعني مش بمعنى خير لكن بمعنى طيب او جيد. it's important، من المهم. two نقط our historic places. historic places اللي هي الاماكن الايه التاريخيه، واحنا خدناها مليون مره يا شباب. المفروض ان احنا ندمرها ولا نحميها؟ نحميها protect، انما damage يدمر و prevent يمنع و cut يقطع بالشر. نقط are places that have strong walls. البليسز او الاماكن اللي عندها strong walls اللي هي طبعا الكاسلز اللي هي القلاع. لكن الربيرز لا طبعا، دي مكتبات. hospitals لا طبعا. موسكيز لا طبعا، اللي هي المساجد لا طبعا. نقط is person، ايه هو الشخص؟ person يعني شخص. who works in a house، اللي بيشتغل في الهاوس. cooking cleaning etc، ده اسمه الله يسموه servant. servant اللي هو الخادم، تمام. وعلى فكرة ده بالانجليزي، انما بالامريكاني بيقولك اسمه maid. organization that helps the poor، organization اللي بتساعد الفقراء. organization يعني منظمة، منظمة بتساعد الفقراء. charity كريم the cousin، ابن عم كريم. is a not person، his room isn't arranged، اوضته مش مترتبة، يبقى عيل ميسي. ميسي يعني مش منظم او فوضجي. لو انت وقفت معايا لحد دلوقتي، لو انت جيت للحظة الجامدة دي، يبقى انت كده لازم النبي تعمل لي شير ولايك وسبسكرايب وحتى ابوك. يلا بينا، او لو حتى ابوكي يعني اذا كنت ولد او بنت، المهم انك تعمل شير ولايك وسبسكرايب. Where did your grandparents، grandparents اللي هم الاجداد. Where يعني اين هم بيعيشوا. هنا السؤال بديد، ديد دي مصفة يعني بترجع الفعل لايه؟ لاصله. هات لاصله، مفيش اصله، لكن في هنا فعل شبهه كده اللي هو used to live. لا مش صح، لانها برضو فيها ايه؟ فيها دي، فما تنفعش. انما هنا ايه؟ used to live. نقرأ السؤال تاني. Where did your grandparents used to live؟ The nurse، nurse اللي هي الممرضة. is a not، she saved a lot of people، بتنقذ a lot of people يعني كتير من الناس. is a hero، hero يعني بطلة. while أحمد not to school he saw a famous squash player. بص يا شباب، ده ماضي مستمر اللي هو بينما أحمد كان ماشي شاف لاعب سكواش مشهور. وطالما ماضي عندك ووز هي اثرتش في حاجه، موجوده وقاعد مستنياك، تحب تحط لها دايره كده. ووكن طبعا الفعل زائد اي ان جي، ما اسمه مستمر اهي، تمام. ما تنساش ان الماضي المستمر عباره عن ووز اوير زائد الفعل زائد اي ان جي. يو ماست نوت، مش عارفه ليه ما اختصرهاش بس اوكي. يو ماست اوبجكت ان ذا ميوزيوم، ما تلمسش. تاتش، يو ماست نوت تاتش ذا اوبجكت ان ذا ميوزيوم. The new book، الكتاب اسمه الله الجديد. About is very interesting، يا شباب ده كتاب يعني غرض، يعني اخره هتدي له ذات، ما هوش مكان هتقول عليه where، مش library مثلا.
ومش شخص مثلا صديقك هتقول عليه هو، يبقى طبعا نختار ذات، وذات هنا بتشير للاشياء عموما. طب انا طب ممكن اشيل ذات واحط ويتش؟ لو في الاختيار ويتش مش هحط لك ذات، يعني هي يا اما ذات يا اما ويتش. طب وينفع وات؟ ينفع وات، تمام. كلها ضمائر وصل يا حبيب قلبي. ساره نقط ستادي اون فرايدايز، طبعا اسم الله عليها ساره حبيبتي، ديت مضارع بسيط، يبقى هنحط الفعل اس. طبعا دي نوت، يبقى داز doesn't study on Fridays، مضارع ايه؟ بسيط. وطالما مضارع بسيط يبقى هتشغل الزن عارفين انا بتحطها للاس الفعل. منى learns a new skill at the moment. at the moment يعني في اللحظه دي، انت بتتكلم في مضارع مستمر، مضارع ايه؟ مستمر. يبقى is learning. math is not difficult than Arabic. طبعا difficult كلمه كبيره دي، وفي cult كلمة حوالي من مكونه من ثلاث مقاطع صوتية، يبقى مش هينفع ان انا احط لها ER، لكن بحط more صفة than، more صفة than، more difficult than. اخر سؤال نقط. you meet Huda last Monday. لما يقول لك last Monday ده بتتكلم في الماضي، يعني اللي فات، يبقى انا هنستخدم كلمة ايه؟ did you meet هدى last Monday. نيجي بقى للحتة الجميلة اللي هي الباراجراف، واللي انا بتكلم فيها على my favorite hero، خليت يور بقت ماي، يعني البطل بتاعي المفضل، واخترت ماما is my mom. وطبعا كدبت يا ماما اصلا house wife ربة منزل، بس انا قلت لها هخليها دكتورة بقى وهيصها وشيصها، وحد عارف حاجة ولا حد بيدفع فلوس على الكلام، فقلت شي وركس از دكتور، شغالة دكتور وشي هيلب سبور بيبل، وكمان مش فاتحة عيادة، لا ده بتساعد الناس كده لله في لله، تمام. شي اولويز، ودايما. بصوا يا جماعة، انا المفروض كنت قلت شي از اولويز، بس قلت والله ما انا شاطبه، ما هو فيرب تو بي بيجي عادي ماشي. بي فريندلي، هي دايما عطوفة وطيبة with all people، والمفروض كنت اكتب elderly people يعني، بس اوكي مفيش مشكلة، old people شغالة زي الفل، وعملت بين قوسين elderly عشان بس ضميري ما يبنيش. وقلت ايه تاني؟ فكرت وقعدت افكر، قلت لا طب ما انا كفاية عليها كده، لا طب ما نديها بقى انها شغالة volunteer، she works as a volunteer، يعني هي مثلا وبعدين قلت لا طب ما انا خليها الاول شغاله في بيك هوسبيتال، بيك هوسبيتال مستشفى كبيره، فقلت شي وركس ان بيك هوسبيتال، شغاله في مستشفى كبيره، اول هير داي از بيزي، طول اليوم مشغوله. وقلت بقى بعد كده شي فولنتير، اللي هي بتتبرع فور ذا تشاريتي او ان ا تشاريتي، بتتبرع لمؤسسه خيريه. وبعد كده قلت بقى كفايه عليها كده الهري ده كله، ما رضيتش ان انا افتح لها عياده يعني، فقلت بعد الايه، بعد الشغل افتر ورك، بعد الشغل هتيجي البيت بقى تعمل الحاجات الشغل البيت، ما يعني هتقعد كده دكتوره وخلاص. فبعد بعد الهري اللي هي فيه ده كله يا قلبي، بتروح البيت شي كومز هو عشان تخش على المعجنه بقى، اند تراي تو، وبتحاول ان هي ميك ديليشز، يعني بتحاول كمان انها تعمل وجبات ديليشز، وجبات لذيذه. وقلت كمان ان هي طول الوقت ميلز ديليشس، ميلز وجبات لذيذه، وكلين اند واشينج اب، وكمان بتغسل الاطباق. وطبعا مش عارفه، حسيت ان كفايه عليها كده بصراحه. وبعدين قلت لا طب ازاي، طب ما هتساعدنا في الواجب، من مين هيحل معانا الواجب يعني احنا مثلا. فقلت كمان شي ميكس، بتخلي اليوم بتاعنا لطيف كده وحنون كده، يعني بتخلي يوم مش اي يوم، she makes our home happy، بتخلي بيتنا سعيد. وقلت خليها happily على اساس ان احنا بنتكلم في الادفرب او الحال. in the evening، طبعا في المساء مش ترتاح كده وتغمض عينيها، لا اما الملح يحل الواجب معانا يعني، فقلت ان هي كمان بتحل الواجب معانا، she helps me، بتساعدني to do my homework، عشان اعمل الهومورك بتاعي. وبعدين بعد كده قلت كمان ان احنا ممكن مش نكتفي، لا ازاي نكتفي ازاي، انا كده عديت التمانين كلمة، فهنخش في الجملة الاخيرة اللي هتجيب لنا التسعين،
she tries to. الحقيقة ما كانتش لها لازمة tries to دي، يعني كانت المفروض شي وكم كأنها فاعل يعني، بس قلت طب جيت اشطبها قلت لا والله من الشيطبه. she tries to smile، بتحاول تبتسم في البهدلة اللي هي فيها دي كلها، كان المفروض اقول she is smile، بس هي tries to smile and be happy although على الرغم من her tired، على الرغم من انها she is tired او she is always tired وكمان busy، busy and tired يعني دايما مشغولة ومرهقة. وقلت بقى اختم، لازم تختم الباراجراف، فبتكتب finally اخيرا او نهائيا او على الاخر يعني. مام المفروض نعمل بقى ديفاين لكم بس اوكي مفيش مشكلة. مام is my hero.